أريد أسألك كابتن، شنو هذا السر أنه كل الجماهير الرياضية، كل أشقائنا من يجون البصرة أول واحد يسألون عنه يسألون عنك يا بندق على الخشب؟ أول واحد يريد يشوف، يعني شنو هذا السر بينك وبين الجمهور الرياضي العربي والخليجي حقيقة؟ الصراحة أستاذ أنور، أنا استقبلت قبل أسبوع النادي الكويتي الكويتي، وكان صحيح. الأخ خالد المرزوق الغانم، أخو الأخ مرزوق الغانم، خالد الغانم شقيق رئيس البرلمان الكويتي السابق، صحيح. وهي فجر السعيد شافتني بالحدود، خابرتني قالت لي أريدك تجي تستقبلني من الحدود، أنت تستقبلني. ورحت اليوم جبت الأخت الكاتبة الإعلامية فجر، هي والوفد المرافق لها، والحمد لله. هي شوف أستاذ أنور، اليوم احنا قولت اهلنا وحبايبنا يقول لك انا اجعل معرف، انا اجعل الناس اللي اساني المشجعين الكويتيين، الاخ هيثم الكويتي والاخ رئيس الرابطة العمانية الاخ فيصل، ورئيس الرابطة القطرية الاخ البلوشي، كلهم وصلوا وتتواصلون وياي على مود دخولهم، والحمد لله. يقول لك احنا بحياتنا ما شايفين جوازات عراقية من الأخ العميد مقدم تحسين يرحكون ويقولون هلا بيكم، يعني ما يأخروهم لحظات هم وسيارتهم، هاي يقول ما صاير قبل. وحتى فجر السعيد اليوم اللي لقت خطبة في الجوازات تقول أنا أقول للجوازات عندنا بلدنا، عمي ابتسموا، عمي ضحكوا، من يجيكم واحد ضيف يضحكوا له، يقول شفت أهلكم يضحكون، شفت جوازاتكم تضحك، شفت جوازاتكم تقول هلا بيكم، تخبلون العراقي يرحب بيكم ومية هلا بيكم. يعني كلمة مية هلا بيكم هي بحد ذاته. وحتى النخل بالطريق مسامع الأخ حسام الرسام المطرب الكبير يقول حلاوة وطيب من تاكل من تمرنا وإلك، حتى النخل ياخذ تحية. صحيح، واليوم انت شوف قناة الفلوجة هي اليوم تسوي لايف، وحضرت الأخ أنور الحمداني وأخوان المقيمين بالبصرة، الشبكة مالتكم هم بس ما شاء الله بس كابتن الطب بهذا الفندق حبيبي كابتن. ضباط وجنود جيشنا الباسل يقولون أشو هالمرة وهالسنة كابتن نسانة، كابتن مهدي الكرخي والمهدي العراقي أبداً. لأن عيد الجيش لا لا لا, لا قدم لنا تهنئة لا يعني هاي وياك ويستاهلون والله هم أبطال. اي والله بقالوا شو هالمرة نسانة. اي والله تدرس أيه التكانون ايضا عيد الجيش العراق الاغر 102. نعم ان شاء الله الجيش فوجدهم كلمة بارك الله بك، والشرطة امن الداخلية، يعني اليوم احنا 6 قانون 9 قانون يصادف عيدين، عيد الجيش وعيد الشرطة، يعني اجلوهن احتراما للبطولة. جد قاعد عجبوني يعني ذن الاحتفاليتين اجلوهن للخاطر اهل البصرة والخاطر كأس الخليج. انا يعني من المسؤولين حاليا الموجودين جايين، كل الحكومة العراقية وقوات الامنية كلها بالبصرة، يعني ما شاء الله يمنون الامن والامان، وهي الامن والامان البصرة امنة. واليوم لو شوف الكورنيش مال البصرة مال شط العرب، فشي جميل ما مطروق ابدا. شوف الناس العوائل من كل العراق من كل المحافظات، يوم طبوا اهل اربيل، طبوا اهل كركوك، طبوا اهل زاخه، وطبوا اهل دياله، وطبوا اهل بغداد، وطبوا اخواننا محافظات النجف وكربلاء، وكلها جت اليوم كلها بالكورنيش. يعني اليوم البصرة ترنت العالم، كل العالم يباوع على البصرة. قطر نظمت كأس عالم بهرة العالم، بعد ما حد يقدر ينظم كأس عالم مثل قطر. واحنا رسالة، احنا العراقيين راح نسوي كأس خليج، كأس خليج بعد ما حد يقدر يسوي كأس خليج. شوف باع الفرق الموسيقية والعوائل والناس فاتحة بيوتها، المشكلة يقول لك الفنادق قبضت، احنا شو راح نسوي اهل البصرة؟ نفرغ بيوتنا، كل 4 عوائل 5 عوائل نقعدهم ببيت، نفرغ 4 بيوت والله العظيم يشلمون بالعالم تعناموا، يعني فتشغلة. اهل البصرة اللي سووه حاليا للوفود العربية والله العظيم ناخذ لهم تحية اهل البصرة، هلا هم اهل البصرة احنا ناخذ لهم تحية صار هواي يستاهلون. طيب كابتن والله يستاهلون.